السلام عليكم ورحمة الله. لا أحد برد السلام. عليكم السلام دكتور. طيب، اليوم راح نتكلم عن ما يسمى الستاندرد فورمز والكانونيكال فورمز. أوكي، وراح نبدأ في ما يسمى المين تيرمز والماكس تيرمز، وهي طريقة أو طريقتين للتعبير عن اللوجيك فانكشنز. المين تيرم يسمى ستاندرد برودكت، هو عبارة عن اند اوبريشن ما بين المتغيرات جميعها التي تشكل المتغيرات التي يعتمد عليها فانكشن معين. فإذا في عندي فانكشن اوف اكس واي اند زد، معناها كل من تيرم يجب ان يتشكل من الاكس والواي والزد او الكومبلمنتس تبعهم، بحيث انه يعمل لي برودكت تيرم، يعني عبارة عن اند اوبريشن. سو A min term is an AND term consisting of all literals in their normal form or in their complement form. على سبيل المثال، إذا في عندي متغيرات اثنين X و Y، فإن احتمالاتهم راح تكون أربعة. X prime Y prime، هذا احتمال X prime Y و X Y prime و X Y، هاي أربع احتمالات اللي هي اثنين قوة اثنين، لأنه عندي أنا متغيرات اثنين وكل متغير له احتمالين، يا بكون شكله يا بكون الكومبلمنت تبعه. فالمين تيرمز هو عبارة عن برودكت تيرم يتشكل من جميع المتغيرات. في مثالنا اللي هون يتشكل من المتغير X و Y، ويجب أنه يشملهم اثنين مع بعض، إما بشكلهم الطبيعي أو بالكومبلمنت تبعهم، وهذا يسمى ستاندرد برودكت. أوكي، so for an n variable function راح يكون في عندي 2 to the n min terms. فلو كان عندي x y z راح يكون في عندي 8 احتمالات، اللي هم لو كان عندي ثلاث متغيرات x y z، فالاحتمالات راح تكون 'X' prime, 'Y' prime, 'Z' prime، هذا احتمال 'X' prime, 'Y' prime, 'Z' احتمال ثاني 'X' prime, 'Y' 'Z' prime احتمال ثالث 'X' prime, 'Y' 'Z' احتمال رابع 'X' 'Y' prime, 'Z' prime احتمال خامس X Y prime Z احتمال سادس X Y Z prime وأخيرا X Y Z. هاي عندي ثمان احتمالات لما يكون في عندي المتغير أو الفانكشن يتشكل من ثلاث متغيرات. مثلا في عندي فانكشن F of x, y, and z. وهذا يساوي something، يساوي مجموعة من الحدود. هذا الفانكشن ممكن أن يعبر عنه as sum of min terms إذا وضعنا بعض الحدود الموجودة في المين تيرمز اللي هنا في تعبير الفانكشن. راح نشوف كيف نعمله. إذا أنا بكون عندي ثلاث متغيرات، في عندي ثمانية احتمالات. إذا المين تيرم هو عبارة عن حد في اند اوبريشن برودكت يتكون من المتغيرات الثلاثة اللي بتعبر عن الفانكشن، وبيعطيني المين تيرم قيمة واحد في أحد الاحتمالات. فهذا الإكس برايم واي برايم زد في الاحتمال الأول اللي هو 0 0 0 سوف نجد أنه x prime راح تكون 1 y prime 1 و z prime 1 ف 1 and 1 and 1، فبيكون المين تيرم m0 يساوي 1 فقط في هذا الاحتمال. اذا انا عندي الm0 الm0 بيساوي 1 هنا فقط. ويساوي أصفار في بقية الاحتمالات. يعني
في الاحتمال الثاني، في الاحتمال الثاني هذا اللي هو 0 0 1، لما باجي بطبق انا اكس برايم واي برايم فعلا راح يكون عندي 1 1، بس لان الزد قيمتها 1 فالزد برايم راح تكون 0، فالاكس برايم واي برايم زد برايم راح تكون قيمته 0، فالفانكشن تبعي او المنتير تبعي ام 0 لن يكون واحدا الا في الاحتمال الاول فقط، هذا اللي هو اكس برايم واي برايم زد برايم. اما في بقيه الاحتمالات سوف اجد انه هذا الفانكشن قيمته 0، اوكي، في الاحتمالات الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه. اذا فقط الام 0 بكون يساوي 1 في الاحتمال الاول وبكون 0 في البقيه، وهذا ينطبق على بقيه المنترمز، كل منترم بيساوي 1 في القيمه او في المكان اللي مخصصه له. الام 1 مخصص لل 0 0 1 يعطيني 1، ف زي اكس برايم واي برايم زد لن تعطيني 1 الا في هذا الاحتمال اللي هو 0 0 1، في الحاله هاي الاكس برايم بيكون 1 والباي برايم 1 والزد 1 فبنعطيني 1. اذا كل منترم يكافئ 1 فقط في احد الاحتمالات. واضح يا اخوان؟ الو دكتور لو سمحت عيدها. عيد شو؟ لاني هسه دخلت ما قبل يفتح ما غير هسه. طيب تحضريها بعدين، ماشي الحال. الامتير المنتير كما قلت قبل شوي، انا المنتير ياخذ رقم، هذا ام 0، هذا الرقم هو المكافئ العشري للاحتمال اللي بيعطي فيه المنتير قيمه 1. لو اخذ الاحتمال هذا 0 0 0 فالاكس برايم راح تكون 1، الواي برايم راح تكون 1، والزد برايم راح تكون 1، وهذول اذا بعمل بيناتهم اندنج 1 اند 1 اند 1 راح يعطيني 1، اوكي. اذا 1 اند 1 اند 1 راح يعطيني 1، اذا هذا الحد اللي هو اكس برايم واي برايم زد برايم ما بيعطيني 1 الا في الاحتمال 0 0 0، لانه في هذا الاحتمال الاكس برايم بيكون 1 والواي برايم 1 والزد برايم 1، فالان بيناتهم راح يعطيني 1، لكن في بقيه الاحتمالات هذا الفانكشن او هذا الام 0 راح يكون يساوي 0. ناخذ الاحتمال الثاني 0 0 1 زد 1 فالزد برايم راح تكون 0، فانا باجي بعمل اندنج مع 0 راح يطلع 0، إذا هذا الام 0 سوف يساوي 1 فقط في الاحتمال اللي هون، ويساوي 0 في بقية الاحتمالات، 0 في الاحتمال الثاني، 0 في الاحتمال الثالث and so on. إذا كل من تيرم من المنتيرمز الموجودة عنده هون لن يكون قيمته 1 إلا في أحد في احتمال واحد له خاص. الاحتمال اللي بخصه اللي هو ترقيمه في الباينري يكافئ ترقيمه في العشري. يعني الام 0 راح يساوي 1 فقط في ال 0 0 0. الام 7 راح يساوي 1 فقط في ال 1 1 1. لاحظ ال 1 1 1 باينري مكافئ العشري 7. فبنقول انه الام 7 راح يعطيني 1 في الاحتمال اكس واي زد فقط. واضح؟ واضح دكتور شكرا. لاحظوا انه محل الواحد حطيت اكس ومحل الزيرو حطيت اكس برايم، لاحظين؟ وين ما في عندي زيروز بحط الكومبلمنت للمتغير، وين ما في واحد بحط المتغير نفسه في التعبير عن البرودكت تيرم الذي يخص المنتير. واضح يا شباب؟ يعني الام 3 هذا 0 معناها x برايم، 1 معناها y، 1 معناها z، اوكي. محل الزيرو بحط كومبلمنت، ومحل المتغير بحط المتغير نفسه، محل الواحد بحط المتغير نفسه، فهكذا احصل على الام 3 والام 4 والام 5 بكتابه برودكت تيرم يتكون من جميع المتغيرات الليترالز بطريقه انه محل الزيرو بحط الكومبلمنت للمتغير، ومحل الواحد بحط زيرو، محل الواحد بحط المتغير نفسه. الان يعبر عن اي فانكشن as sum of min terms
نقول مثلا F يساوي مثلا على سبيل المثال M1 or M5 or M6. هذا يسمى sum of midterms. الآن هذا الفانكشن إذا أجيت بدي أشوفه راح ألاقي يساوي واحد في الاحتمالات اللي بيكون فيها الـ M1 واحد. أوكي، إذا الـ F تبعنا راح ألاقيه ألاقي 0 عند M0، واحد عند الـ M1، 0 عند الـ M2، 0 عند الـ M3، 0 عند الـ M4، 1 عند الـ M5، 1 عند الـ M6، و0 عند الـ M7. هيك بتكون الترث تيبل لهذا الفانكشن F. بنلاحظ انه الفانكشن عبر عنه as sum of midterms. بنلاحظ انه يحتوي على المينتيرمز M1، يحتوي على الـ M1، ويحتوي على الـ M5، ويحتوي على الـ M6. فالفانكشن إذا بدي أعبر عنه as sum of midterms بنظر إلى الفانكشن متى بيكون واحد، وبعمل sum midterm sum، وبحط المينتيرمز اللي عساوي الواحد. إذا أخذت المينتيرمز اللي الفانكشن فيها واحد. السبب أنا معبر عن الفانكشن as sum، وأنا بعرف في الصم القوي هو الواحد، فإذا كان في عندي واحد هنا وطبر اللي هون الباقي إيش مكان النتيجة واحد، فالفانكشن راح يساوي واحد إما بسبب الـ M1 وإما بسبب الـ M5 وإما بسبب الـ M6، وهذول راح يكونوا واحدات فقط في احتمالاتهم. فالـ M1 راح يكون واحد في قيمة 001، وبالتالي يؤدي إلى أنه الفانكشن يساوي واحد. فلو واحد قال لك ما قيمة الفانكشن عندما الـ X والـ Y والـ Z، لما الـ X والـ Y والـ Z قال لك قيمتها 001، بتقول له حسب التعبير اللي عندي الـ 001 X برايم Y برايم Z، معناها الـ X برايم 1 والـ Y برايم 1 والـ Z 1، فـ 1 and 1 and 1 1، فراح يكون عند الـ M1 1. بغض النظر عن الباقيات، الباقيات طبعا راح يكونوا أصفار بس مش مهم، لأن الفانكشن الآن راح يساوي 1 في هذا الاحتمال. فنحن عندما نعبر عن function as sum of midterms نختار الحدود التي يكون فيها الفانكشن واحد، لأنه في حالة الصم الواحد هو القوي، الصم عبارة عن or، وفي logic function or الواحد قوي، أي شيء بتعمل له or مع 1 بيعطيني 1. هذا الاكسبريشن للفانكشن بنسميه احنا sum of midterms. الآن أستطيع أن أعبر عن الفانكشن أيضاً in algebraic form، in sum of midterms in algebraic form. طيب كيف أعبر عن function as sum of midterms in algebraic form؟ بروح على الحدود المعبر عن M1. M1 معبر عنه بـ product term X prime Y prime Z. لأن بعرف إنه الـ 1 عبارة عن 0 0 1، فمحل الـ 0 بحط prime ومحل الـ 1 بحط المتغير. فهذا راح يكون عندي X prime Y prime Z اللي هو 0 0 1. أو الـ M5 1 0 1، يعني X Y prime Z. أو الستة 1 1 0، يعني X Y Z prime. هذا بنسميه احنا sum of midterms in algebraic form.
فإذا أردت أن تعرف كيف تعبر عن function as sum of min terms in algebraic form، تيجي على الحدود وبتحط محلها product term. للحصول على product term حاول أنك تشوف قيمة الباينري لذلك المين تيرم، الـ M1001، الـ M5101، الـ M6110، محل المتغير أو محل الصفر بحط الكومبلمنت للمتغير، ومحل الواحد بحط المتغير نفسه. وهذا الفانكشن المفروض أقول F function of X, Y, Z، يعني الفانكشن الـ X فيه هو الـ most significant. فباجي بقول عندي 001 يعني X prime, Y prime, Z. اللي بعديه 101 يعني X, Y prime, Z. واللي بعده 110 X, Y, Z prime. وهيك بنكون عبرنا عن الفانكشن بما يسمى sum of min terms in algebraic form. كما تلاحظون انه هذا الطريقة للتعبير عن الفانكشن هي اعقد طريقة، لانه ما فيها يعني مش مبسط، لانه كل حد يحتوي على جميع الليترالز، وممكن تلاقي انه بعض الفانكشنز ممكن تبسط. لكن اذا عبرنا عنها بهذا الشكل هذا بنسميه احنا ستاندرد فورم سم اوف مين تيرمز. اذا التعبير عن الفانكشن از سم اوف مين تيرم بتكون هي اعقد صوره من حدود معمولها اورينج، وكل حد يحتوي على جميع المتغيرات اما بشكل المتغير نفسه او بالكومبلمنت تبعه. واضح يا اخوان كيف نعبر عن الفانكشن از سم اوف مين تيرمز؟ هلو دكتور، بالسؤال معلش. تفضل دكتور. طب ليش احنا عبرنا على الام 0 وام 1 وام 2 يا اما 0 يا اما 1؟ صح صح، المفروض كلها 1. كيف يعني؟ لانه عندك مثلا بقيمه ام 2 اللي هي متى بكون الام 2 1؟ الام 2 1 متى بكون؟ لما يكون الـ X والـ Y والـ Z كلهم واحد. لا غلط، الـ M2 واحد بيعطيني واحد في الاحتمال هذا اللي هو 0 1 0. ليش؟ لأنه لما الـ X صفر الـ X prime شو بتكون؟ واحد. الـ Y واحد، الـ Z prime شو بتكون؟ 1 and 1 and 1 شو بيعطيني؟ واحد. فالـ M2 لا يساوي واحد إلا في هذا الاحتمال. لو جربت الاحتمالات الأخرى شو راح تلاقي الـ M2؟ زيرو. زيرو. إذا كل من تير كل من تير بكون واحد في احتمال واحد فقط. يعني احنا عشان هيك حطينا الام 2 0. شو يعني حطيناها 0؟ لأن انت حاط جنب الام 2 0. لا هذا فانكشن، هذا فانكشن انسال الام 1 والام 2 والام. انا في عندي فانكشن، الفانكشن هذا قلت لك سوري قلت لك في عندي فانكشن انسال الام 0 والام 1، قلت لك الفانكشن هذا قيمته صفر لما الاكس والواي زد بيكون زيرو، قيمته واحد لما الاكس والواي ترث تيبل الفانكشن 0 0 1. اوكي بكون زيرو في الاحتمال 0 1 0 والاحتمال 1 0 0 والاحتمال 0 1 1، بكون واحد في احتمال ال 1 0 1 وال 1 1 0، بكون زيرو في احتمال 1 1 1. قلت لك هذا الفانكشن من الترث تيبل بامكانك تعبر عنه اصلا مفلتين باختيار المين تيرمز اللي بتكون واحد في الاحتمالات تبعت الفانكشن. متى الفانكشن بكون واحد؟ في هذا الاحتمال وفي هذا الاحتمال وفي هذا الاحتمال. لذلك نحن انتقينا مين؟ انتقينا الام 5 والام 6 والام 1 علشان تكون موجوده في الاكسبريشن تبع سم اوف مين تيرمز. السم اوف مين تيرمز ليش؟ لأنه في الصم عبارة عن أور، والأور شو القوي فيها؟ الواحد. الواحد. وهذول المنتيرمز كل واحد منهم راح يعطيني واحد في احتماله. الـ M1 راح يعطيني واحد في الاحتمال 001. وبالتالي إذا كان الـ M1 الـ M1 واحد، شو راح يكون الفانكشن F يساوي؟ واحد. واحد. إذا الـ F راح يكون واحد في هذا الاحتمال. لكن في بقية الاحتمالات اللي هون الـ M2 وM3 وM4 راح يكون صفر. السبب انه الام 2 مش موجود والام 3 مش موجود والام 4 مش موجود. هذا الام 1 ما راح يعطيني واحد الا في الاحتمال 001. الام 5 لن يكون واحدا الا عند ال 101.
الام 6 لن يكون واحدا الا في ال110. بقيه الاحتمالات راح الاقي ما فيش عندي ملتير، وبالتالي كل هذول راح يكونوا اصفار، والفانكشن راح يساوي صفر في حاله الام، في حاله 000 في حاله 010 في حاله 011 في حاله 100 وفي حاله 111. اذا لما بدي اعبر الان على فانكشن sum of min terms انظر الى الفانكشن متى يكون واحد، وبشوف شو المين تيرمز اللي على سواء هذا الاحتمال. واضح؟ واضح. طيب هذه طريقه اللي هي التعبير عن فانكشن sum of min terms. في الصم قلنا عباره عن اور، وفي الاور الواحد هو القوي، لذلك ننظر الى الفانكشن متى بيكون واحد. الان في عندي طريقه اخرى للتعبير عن الفانكشن. نستطيع أن نعبر عن function as product of max term. أوكي. طيب. الآن هذا function لو بدي أعبر عنه، أول شيء خلينا نشوف شو معنى ماكسير. الماكسير هو عبارة عن حد يتكون من المتغيرات كلها، لكن يجمع بيناتهم إشارة أور. عشان نحكي نسميه احنا صم. الماكسير هو عبارة عن صم تير، بينما المنتير هو عبارة عن برودكت تير. المنتير عبارة عن برودكت تير، بينما الماكسير هو عبارة عن صم تير. وبنلاحظ ان الماكسير بيعطيني صفر في الاحتمال تبعه، يعني لو اخذنا الاحتمال 000 واخذنا الاكسبريشن تبع الماكسير اللي هو x or y or z، لاحظ الان محل الزيرو حطينا المتغير، ومحل الواحد راح نحط الكومبلمنت. السبب اني انا بعمل صم والزيرو ضعيف في الصم، الواحد قوي. لذلك بقول متى بيساوي هذا صفر؟ هذا راح يساوي صفر فقط في الاحتمال هذا، لانه في الاحتمال هذا الاكس والواي والزد كلهم اصفار، وبالتالي 0 اور 0 اور 0 راح يعطينا صفر. بينما لو شفنا بقيه الاحتمالات مثلا الاكس واي زد برايم، اوكي الام 1 يعني احتمال 001، هذا الام 0 اللي هو عباره عن اكس اور واي اور زد، راح الاقي انه الزد قيمتها واحد، فراح يساوي واحد في بقيه الاحتمالات الاخرى. يعني راح يكون 0 فقط في الاحتمال هذا، وراح الاقيه واحد في جميع الاحتمالات الاخرى. فالماكسير هو عباره عن صم للترلز او الكومبلمنت تبعونهم، بحيث يعطيني 0 في الاحتمال الثنائي للقيمه المكافئة للسبسكريبت العشرية تبعته. الام 0 السبسكريبت العشرية تبعتها القيمة المكافئة لها 0 0 0، فإحنا محل الزيرو حطينا اكس، محل الزيرو الثاني حطينا واي، ومحل الزيرو الثالث حطينا زد. فلما بعمل اور 0 or 0 or 0 راح يعطيني صفر. فالماكسير دائما بيعطيني صفر في احتماله وواحد في بقيه الاحتمالات. المنتير بالعكس بيشتغل، المنتير بيعطيني واحد في احتماله وزيروز في البقيه. الان ماذا نلاحظ كعلاقه ما بين الماكسير والمنتير من مرادف له او المقابل له؟ نلاحظ انه اذا تضرنا الى الام 0 على سبيل المثال اللي هو عباره عن اكس برايم واي برايم زد برايم، وطلعنا على الام 0 اللي هو عباره عن اكس اور واي اور زد، في الواقع ما بنلاحظ انه الماكسير هو الكومبلمنت للمنتير، يعني هذا ما هو الا الام 0 برايم، والعكس صحيح. بقدر اقول انه الام 0 هو عبارة عن الكومبلمنت للام 0. لو أخذت
وعملت دي مارغانز ثيوريم اوكي اخذت الاكس برايم واي برايم زد برايم وخذت لها كومبلمنت راح توزع الكومبلمنت على الاطراف راح يصير في عندك اكس والاند بتقلب لاور اور واي اور زد فدائما المينتيرم هو الكومبلمنت للماكسير المقابل له واضح يا اخوان علاقه الماكسيرز بالمينتيرمز الان عندما نعبر عن الفانكشن از an expression of maxims بنعبر عنه as a product وفي البرودكت الفانكشن بكون الصفر قوي لانه اي شيء بتعمل له اند مع زيرو بعطيه زيرو فعندما اريد ان اعبر عن الفانكشن السابق as a product of max terms خلينا نكتبها هون الاف تبعنا راح يساوي the product of بنشوف الفانكشن متى يساوي صفر بنشوف الفانكشن يساوي صفر في حاله الزيرو في حاله الاثنين في حاله الثلاث في حاله الاربعه وفي حاله السبعه اوكي وبنقول انه الفانكشن هذا عباره عن product إشارة product اللي هي الإشارة تعرفوها من الرياضيات هاي الإشارة إشارة product like this هاي product الآن لاحظوا الأرقام اللي عندي هنا 0, 2, 3, 4, 7 ولاحظوا الأرقام السابقة 1, 5, 6 راح نلاحظ أنه هاي الأرقام تكمل الأرقام السابقة يعني إذا أنت عرفت الفانكشن as sum of terms The product of maxim هو الأرقام المتبقية. أنا عندي ثمان احتمالات، الثمان احتمالات بروحوا من صفر واحد اثنين لغاية السبعة. الآن المنتر تبعوني كانوا M1 و M5 و M6. الماكسيم راح يكونوا الأرقام المتبقية اللي هم الصفر والاثنين والثلاث والأربعة والسبعة. صفر واثنين ثلاث وأربعة وسبعة. عندما نعبر عن function as a product of max term بنكتبه كالآتي بنحط الحدود اللي بكون فيها function 0 اللي هي الm0 الm0 عبارة عن x or y or z Anded with the function يساوي صفر في الM2 والM3 والM4 إذا نأخذ الأصفار الM2 الM2 عبارة عن X or Y prime or Z الM3 عبارة عن X or Y prime or Z prime الM4 عبارة عن X prime or Y or Z والM6 عفوا الM7 راح تكون X prime or Y prime or Z prime اوكي طيب انا اسف انه خربطنا الامور اوكي يعني مش قادر امسح لانه راح يمسح لي اللي هناك التعبير عن الفانكشن as a product of max terms ننظر متى يكون الفانكشن صفر ونضع الماكس terms
التي على سوى هذه الاحتمالات. عند الام زيرو هون اللي هو الاكس اور واي اور زد، عند الاكس اور واي برايم اور زد، عند الاكس اور واي برايم اور زد برايم، وعند الاكس برايم اور واي اور زد، وعندي اخر واحد الاكس برايم اور واي برايم اور زد برايم. بنلاحظ انا هذا برودكت تيرم، فاذا اخذنا الاحتمال الاول راح يكون عند الام زيرو قيمته صفر. يعني في الاحتمال الاول اللي هو احتمال اكس واي زد 0 0 0 سوف اجد انه الام 0 يساوي صفر، وانا بعرف انه اذا كان في عندي احد الاحتمالات صفر بغض النظر عن الباقي شو مكان، شو مكان الباقيات، شو مكان 0 and anything راح يساوي صفر، وبالتالي انا جبرت الفانكشن يساوي صفر في هذا الاحتمال، لانه الحد هذا اجبر الفانكشن يصير يساوي صفر، لانه برودكت والبرودكت الصفر فيه قوي. بنلاحظ ان الفانكشن راح يساوي صفر في حاله الام 2، فهذا الحد راح يجبره يصير صفر، او في الام 3 او في الام 4 او في الام 7. واضح يا شباب؟ الو الو، وين الشباب؟ واضح واضح دكتور. شو اسمك انت عمي؟ ساره. انت اللي صاحي بس فيه في الطلاب كلهم؟ طيب مش مشكله، كل الطلاب للاسف معظمهم بيجي بيعمل لدخول وبعدين صاحيين دكتور صاحيين. انت شو اسمك؟ شو اسمك اللي صاحي انت شو اسمك؟ العراقي. طيب في الشات، في الشات كل واحد يكتب لي اسمه، هسه راح اعمل شات انا وكل واحد يكتب لي اسمه، اشوف كم واحد صاحي. دكتور كأنه الشات لسه مش مبينة. لسه لسه. وعندي كمان دكتور. طيب طيب. طيب. دكتور مش أسهل لك لو تعمل raise hand. raise hand وبعد أسجل يعني بالقلم. لا لا أنا في عندي ريبورت بقول لي بين الحاضرين، بس الحاضرين لا يعني إنهم حاضرين، لأنه بعمل كليك وبروح بنام. أنا بدي أعرف مين اللي فعلا حاضر. عاد موجودين دكتور معك احنا. شرمان اللي موجود، اللي موجود يحكي تشوف مين كمان موجود. دكتور انا موجود. انا موجوده دكتور. كمان دكتور. دكتور انا كان موجود. دكتور انا موجود. اللي بجاوبه. انا معك دكتور. طيب انا موجود دكتور. بطلت اعمل. انا موجود دكتور. طيب اوكي اوكي. إذن شفنا طريقتين للتعبير عن الفانكشنز، طريقة sum of min terms وطريقة product of max terms. اليوم احنا بنسميه احنا standard forms. خلينا ناخذ المثال الموجود عندي هون. لاحظوا عندي الاف 1 معبر عنه as sum of min terms. لاحظ كيف عبرنا عنه. نيجي على الاحتمالات اللي بكون فيها الفانكشن واحد، هذا وهذا وهذا
هذا الاحتمال اللي هو 001، محل الزيرو بحط برايم ومحل الواحد بحط المتغير، لذلك اجي عندي اكس برايم، صار عندي اكس برايم واي برايم زد اللي هو يساوي واحد في الاحتمال هذا، لان الفانكشن عندي واحد في هذا الاحتمال، وانا المينتيرم ام 1 بيعطيني واحد في هذا الاحتمال اللي هو راح يكون عباره عن اكس برايم واي برايم زد. الحد الثاني راح يكون اكس واي برايم زد برايم، اكس واي برايم زد برايم. لاحظوا محل المتغير، محل الواحد حطيت المتغير، ومحل الزيرو حطيت الكومبلمنت تبعه. لما بعبر عن فانكشن اصلا مو من تيرمز هكذا اعمل، بالاحتمال الواحد بحط المتغير والزيرو بحط الكومبلمنت، فهذا اعطاني اكس واي برايم زد برايم. هذا الاحتمال اللي هو 001 اكس برايم واي برايم زد، والاحتمال الاخير اكس واي زد. انا بدي اعبر عن الفانكشن، بشوف الواحدات، بشوف شو التيرمز اللي عسواهم وبحطهم في الاكسبريشن تبعي الصم، لانه في حاله الصم الواحد هو القوي، اي واحد منهم بصير لوجيك 1 بخلي لي الفانكشن واحد. لذلك بنقول عن هذا الفانكشن انه هو عباره عن الصم اوف ام 1 وام 4 وام 7. هذا ام 1، هذا ام 4، وهذا ام 7. الان الاف 2 يساوي 1 في حاله الام 3، في حاله الام 4، وفي حالة الام 5، وفي حالة الام 7. الان ثلاثة ام 3 يعني 0 1 1، يعني اكس برايم واي زد، اكس برايم واي زد، ايوه اكس برايم واي زد. اللي بعده ام 4 يعني 1 0 0 في الباينري، يعني اكس واي برايم زد برايم اللي هو الحد الثاني. هذا سوري، هذا الام 5، سوري هذا الام 5 وهذا ام 6 وهذا ام 7، خربطنا شويه معلش اسف. هذا 0 1 2 3، هذا ام 3 ام 5 ام 6 وام 7. الان في الباينري الثلاثي يعني ترادف 0 1 1 بالباينري، الخمسه ترادف ال 101، الستة ترادف 110، والسبعة ترادف 111. هذه بنحط محلها X prime Y Z، هذه بنحط محلها X واي برايم زد، هذه بنحط محلها اكس واي زد برايم، واخر واحده بنحط محلها اكس واي زد. واضح يا اخوان كيف كتبنا التعبير عن فانكشن لاف 1 واف 2 الصم اوف من تيرمز؟ واضح دكتور. طيب خلينا نشوف الان كيف نكتب الفانكشن از برودكت اوف ماكس تيرمز. خلينا نجي على اف 1، في حالة الماكس تيرمز بندور على الفانكشن لما بيساوي صفر،
إذا هنا بيكون فانكشن صفر، هنا بيكون صفر، هنا بيكون صفر، هنا بيكون صفر، وهنا بيكون صفر. هذول بيمثلوا لي ال M0 M2 M3 M5 M6. فبنقول عن الفانكشن تبعنا انه الفانكشن F1 بقدر اكتبه F1 طبعا Fx Fx Y and Z، لازم احط الاكس الاول عشان تكون هي الموست سيجنيفيكانت. بقول هذا عبارة عن الـ M0 ANDED WITH M2 PRODUCT يعني ANDED WITH M3 ANDED WITH M5 ANDED WITH M6. الآن إحنا بنعرف الـ Binary Equivalent الأولاني الـ M0، بحط محل خلينا نكتب الـ Binary Equivalent لهم 0000 اللي بعديه 010 اللي بعديه 011 اللي بعديه 101 واللي بعديه 110. الان هذول محل المتغير، محل الزيرو بتحط المتغير ومحل الواحد بتحط الكومبلمنت. فباجي بقول هذا عباره عن برودكت، عباره عن خلينا نكتبها مره ثانيه هون، عبارة عن الـ X or Y or Z ANDED WITH 010 يعني X or Y prime or Z ANDED WITH X or Y prime or Z prime. هنا بعكس المنتير، محل الزيرو بحط المتغير ومحل الواحد بحط الكومبلمنت تبعه. ال 101 بحط X prime or Y or Z prime، وال M6 110 بحط X prime or Y prime or Z. وهيك بكون عبرت عن الفانكشن as a product of max terms in algebraic form. واضح يا شباب كيف نعبر عن نفس الفانكشن بالطريقتين، طريقة sum of min terms وطريقة product of max terms؟ هل هي واضحة؟ هلو دكتور، واضحة واضحة. طيب مدام واضحة، اللي قال واضحة آخر إشي يقول لي التعبير عن الفانكشن F2 as a product of max terms يساوي product of what؟ شو بالحدود اللي بتمثل البرودكت تبعت F2؟ شو الحدود اللي بتكون داخلة؟ يلا ايش دكتور F2 اللي هو الميني تيرم الماكس تيرم، احنا ندور على الماكس تيرم، بدي اعبر عنه as a product of max terms. F2 as a product of max terms شو راح يكون؟ M0 ال M0 capital ايوه ANDED WITH M1 ممتاز M2 M2 M4 M4 وبس. غير هل في غير هن بكون الفانكشن فيه صفر؟ لا 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 طبعا. هذا ممكن اكتبه انا ان الجبريك 4 ال M0 0 0 0 يعني X X Y Z or Z. شو الحد الثاني؟ X و or Y or Z prime اللي هي M1 0 0 1 يعني X or Y or Z prime. ممتاز X or Y prime or Z ال M2 اللي هي 0 1 0 يعني X or Y prime, y prime or Z, Z. واخيرا الام 4 اللي هي 100 يعني اكس برايم اور واي
or z. إذن هذا على التعبير عن function the f2 as sum of as a product of max series in algebraic form. طيب ما هو ال f2 as sum of min terms؟ شو المن terms اللي بتشكل ال f2؟ هاي مو قدامكم هاي ام 3 هاي اللي بيكون فيها الفانكشن واحد ثلاثه والخمسه والسته والسبعه اللي بيكون فيها الفانكشن واحد ثلاث وخمسه وسته وسبعه واللي عبرنا عنهم از اكس برايم واي زد محل الواحد بحط المتغير ومحل الزيرو بحط الكومبلمنت يعني بالمنتير بشتغل عكس الماكس هل وضحت فكرة المنترز والماكسيرز يا شباب كيف نعبر عن فانكشن اسم اوف منترز او برودكت اوف ماكسيرز الان بنلاحظ انه بالنسبه للاف2 كصم راح يكون الارقام المتبقيه من هذول يعني هنا عندي الزيرو وال1 وال2 معناها يضل عندي الثلاثه مش موجود الخمسه والسته والسبعه لانه هذول هم اللي بكون فيها الفانكشن واحد ثلاث والخمسة والستة والسبعة بنلاحظ أنه أرقام المنتيرمز هي مكملة أرقام الماكسيرمز إذا جمعت أرقام الماكسيرمز مع أرقام المنتيرمز مع بعض حطيتهم في جروب واحدة أنت بتكون غطيت جميع الاحتمالات التي ممكن أن تمر عليها المتغيرات عندي ثمان احتمالات اثنين قوة ثلاث فببساطة إذا عرفت واحد منهم مفروض تعرف بشكل تلقائي الثاني على سبيل المثال واحد قال لك عندك الاف هو الصم نكتب الصم لا الواحد والاربعه والسبعه على طول لازم تقول له اف هو يساوي البرودكت اوف وات مين يجاوب الو الو دكتور 001 احكي لي اياها بالعشره بالعشره شو الارقام المتبقيه؟ عندي 1 4 7 شو ظل الارقام؟ اجاوب دكتور 0 2 3 5 6 لاحظوا انه ارقام المين تيرمز 1 4 7 اللي بيكملوهن للثمانيه ثمان أرقام اللي هم الصفر واثنين وثلاثة وخمسة وستة هم بكون البرودكتيرز التي تعبر عن نفس الفانكشن فأنت إذا عرفت واحد تعرف الثاني بشكل تلقائي واضح؟ ألو واضح واضح أوكي إذا صار في عندي تو ستاندرد فورمز للتعبير عن الفانكشن سم أوف مين تيرمز وبرودكت أوف ماكس تيرمز هذا ممكن اعبر عنه از اللي هو 001 اكس برايم واي برايم زد حد الاول اور اكس واي برايم زد برايم اور اكس واي زد او بعبر عنه از برودكت اوف ماكس تيرمز 000 عباره عن اكس اور واي اور زد 010 عبارة عن X or Y prime or Z الثلاثة 011 عبارة عن X or Y prime or Z prime الخمسة عبارة عن X prime or Y or Z prime وأخيرا وأخيرا عندي ال الستة اللي هي 110 X prime or Y prime or Z وهيك بنعرف كيف نعبر عن الفانكشن
sum of midterms أو sum of midterms in algebraic form أو كيف أعبر عن نفس الفونكشن as a product of max terms أو product of max terms in algebraic form. الآن في عندي ال complement function راح نلاحظ ما يلي. لو أجينا أخذنا ال f1 prime راح أقول لك ما هو ال f1 prime. يقول ال f1 prime هو عكس ال f1، فهذا راح يكون محل ما هو ال f1 صفر راح يعطيني واحد، محل ما هو ال f1 واحد راح يعطيني زيرو. إذا هذا راح يكون عندي واحد في البداية، في الثاني زيرو، في اللي بعديها واحد واحد، اللي بعديها زيرو، اللي بعديها واحد واحد، واللي بعديها زيرو. إذا هذا الكومبلمنتال فانكشن. طب لو قلت لك عبر عن الكومبلمنتال فانكشن أصلاً من تيرز، تقول لي بدي أروح أخذ الوحدات. إذا لما تيجي تعبر عن f1 برايم راح تلاقي عبارة عن الصم لأي حدود، الحدود اللي فيها الفانكشن واحد اللي هي الصفر، اثنين، الثلاث، أوكي، الخمسة والستة، الآن لما نيجي على الـ F1 والـ F1 prime بنلاحظ ما يلي، إنه أرقام الـ function F1 كانت 1 و 4 7 كصم، الـ F1 prime هي الأرقام المتبقية أو هي أرقام الماكسيم. إذن لما بدي أجي أعبر عن الـ complemental function بشوف الأرقام المتبقية، لأنه الـ complement بنعكس الـ 1 للزيرز والـ 0 للونز، فالمنترز اللي شكلت الفانكشن المنترز المتبقية بتشكل الكومبلمنت لذلك الفانكشن. وهذا الشيء صحيح أيضا بالنسبة للتعبير عن function as a product of max terms. إذا أردت أن أعبر عن function as a product of max terms الكومبلمنت تبعه هو الأرقام المتبقية، فراح يكون عندي مثلا الـ M1 في الـ M4 في الـ M7. أوكي، الأرقام اللي هون 1 4 7 هي المكمل للأرقام 6 و 5 و 3 و 2 و 0. فالكومبلمنت لأي فانكشن هو الأرقام المتبقية. واضح يا إخوان؟ والكومبلمنت لفانكشن أرقامه هم نفس أرقام المنترز للفانكشن. يعني أرقام الماكسيمز للكومبلمنت هي أرقام المنترز للفانكشن، والعكس صحيح. واضح يا شباب؟ يعني الـ F2 هو الصم 3 5 6 7، الـ F2 prime as a product of maxterms راح يكون نفس الشيء 3 5 6 7 the product as of maxterms. الـ F2 prime راح يكون كبرودكت اوف maxterms نفس الأرقام تبعات الصم of maxterms. أرجو أن تكون الصورة وضحت. راح أضع المحاضرة اللي ألقيتها الصباح، يمكن كانت أفضل من المحاضرة هذه. إذا وجدتم اختلاف في الشرح اللي هون والشرح اللي هناك مش فرق كثير. في حدا عنده سؤال قبل أن نغادر؟ هلو، في حدا عنده أي سؤال؟ يعطيك العافية دكتور. الله يعطيك العافية. هذا موضوع مهم جدا يا شباب. الأسبوع هذا راح نعمل كويز، فهاي مواضيع داخلي دكتور. قصدك الأسبوع الجاي؟ الأسبوع عام دكتور الأربعاء اليوم. ليه؟ ليش لا؟ السبت يعني، شو المشكلة؟ السبت بعد أيوة المحاضرة، بعد المحاضرة نعمل كوكوز. محاضرة السبت راح نعمل. خليه إيش؟ الأسبوع الجاي. الأحد يعني؟ يعني خلال الأسبوع الجاي عادي المساء. الأحد مساء؟ دكتور الاحد اللي دكتور المساء احسن، المساء يكون. بس طيب الاحد مساء على الساعه 9 مليح باذن الله. اودي لكم اعلان بالموضوع.
إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم.